اسلموا الايدين. تفضل. شكرا. ها اهلين. اهلين مها، كيفك؟ منيحه الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كيفك روحي؟ مشتاقه. ها دكتور موجود. يا اهلين سليم. اهلين، كيف الصحه؟ اهلا اهلا، يا وسهلا. انا اللي طلبته للدكتور عبد الحليم مع اني قلت له بلا ما نضيع له وقته. هلا بدنا نرجع للمجاملات والاعتذار. شرف، هاي المعلومات اللي جابت السيده مها. معقول حدا بهالايام بيموت بالسل؟ لا تنسى انك عم تحكي عن شيء صار قبل 20 سنة. لو تعرف قديه تعذبت بالمستشفى لحتى قدرت لاقي اسمه. طلع مقضي شهر واحد بس، والملاحظات المكتوبه انه متاخر كثير عن العلاج، يعني المرض كان مستفحل. هذا هو السبب. سبب شو؟ سبب هدوءه وقلة حركته. كان مريض. المفاجاه انه هلا مو متوفاه. بدها تكون اكتشفت مرضه قامت تركته مشان ما تصيبها العدوى، لانه قضى فتره لحاله حتى انت ما كنتي موجوده. مالك هالمعلومات؟ هاي المعلومات من عباس. عباس؟ ايه عباس، طلع بيعرف هلا وبيعرف ابوكي وبيعرفك انت وصغيره. ايه شو كمان؟ شو كمان؟ هو كان يلف عليهم مشان يقضي لهم اغراض. هلا كانت عاجبته. يبدو انه سلوكه كان يشجع واحد مثله. عم يقول عباس غاب 15 يوم ورجع. رجع لأبوكي لحاله، يعني لا هلا ولا أنت ما كنتوا موجودين. بده يكون خالي مر وأخذني. ما بيلحق، ما بيلحق. خلال 15 يوم ما بيلحق. لنفرض من أول يوم غاب في عباس هلا تركت. ليش ما تكون هربت معه؟ ضمن أي افتراض. ما بيلحق أبوكي يبعت مكتوب على البرازيل ويجي الجواب ويجي خالك الثاني ياخذك معه. الشيء المنطقي إنه يكون مقرر يبعت البنت على البرازيل قبل ما تختفي هلا. شو يعني؟ يعني بده يكون مقرر يترك زوجته او يقتلها. سحر، شو مو انتوا عم تقولوا انه مقتوله؟ اكيد مقتوله. ما عم تقولي انه مو ميته حسب النفوس؟ بدك اللي قتلها يعمل لها شهاده وفاه. طيب مين ممكن يكون قتلها؟ لهلا في احتمالين، يا اما الاب قصدي زوجها عرف انها عم بتخونه او بدها تهرب مع واحد تاني، يا اما هذا عباس اللي عم تحكوا عنه خطفها وتخلص منها. لا لا لا، هلا انقتلت بالبيت. طيب بلكي اجى لياخذها وما رضيت تروح معه قام قتلها. لا، بهيك حاله اذا الاب اكتشف الجثه ببلغ الشرطه بتصير قصه طويله عريضه. انا رايي اللي قتلها هو اللي خفى الجثه. ممكن، بس بهالحاله بده يكون الاب مو بالبيت. مها قومي روح على البيت بشوف عباس. يلا قومي. يا ريت جميل كان معنا مشان يكتبها مسرحية؟ لا، جميل فهيم وبحلل منيح. ايه طيب. تفضل دكتور. باي باي. دخيلكم شو بتحللوا وبتفهموا. شايفكم عاطين هالقصة عن جد. ليش شو يعني انت مانك شايفها جد؟ عم تبنوا افتراضات على اساس ذكرى غير واضحه بذهن السيده مها، وهذا مو دليل كافي لوجود جريمه. دكتور انت اول واحد قلت لي انه اللي عم اشوفه هو ذكريات. صحيح، بس الجثه والصوت ممكن يكونوا جزء من حلم مو جزء من واقع، وهذا له تفسيرات مختلفه كثير. ليه ما تكون ذكرى حقيقيه عن واقع انا فعلا شايفته؟ بصير، بس شو يعني انكم تدوروا على جريمه مر عليها اكثر من 20 سنه؟ دكتور انا عم ادور على اصول. وصولك لقيتيها؟ عرفتي شي عن أبوك واسم عائلته، مكان وفاته وسبب الوفاة؟ شو بدك أكثر من هيك؟ خايف يكون هو القاتل. فرضي أنه طلع القاتل، أو مستأجر واحد يقتل عنه، أو غيره قتله. أنتوا شو بدكم بهاللبكه؟ ولو يا دكتور أنت عم تحكي هيك. ليش لا؟ لأنه الطبيب مثله مثل غيره، بهمه العدل بين الناس، مشان هيك بكلفوه يشرح جساس. هذا طبيب غير اختصاصي يا أستاذ غسان. كمان انت بتشرح نفسيات مشان تكشف اسرار تريح المريض؟ يعني انتم مصرين؟ مصرين طبعا مصرين، انا شخصيا مصر. معقوله نترك الموضوع بعد ما وصلنا لهون؟ انا الموضوع بيعنيني شخصيا وما رح اتركه ابدا. ايه ماشي، الله يوفق. الله معك. شايفه ما حدا متحمس لموضوعنا ابدا. لانه مو مقتنعين.
تفضلي. ما بتتصور قديش حابة اشكرك يا غسان. معقول؟ معقول يا مها؟ عم تشكريني؟ ما انا تمالك متوقع ابدا انه اتعاون معي. انا بعرف انك ما بتتخلى عني ابدا. المهم كيف بدنا نكمل هلا؟ انا لازم شوفه العباس. ما بقدر اكون معك؟ تقدري، بس يا روحي هذا واحد نصاب ومهرب، ويمكن ما تقدري تروحي للأجواء اللي بعيش فيها. أوكي طيب شو رأيك تتصل فيه من البيت؟ لا لا روحي، أنا هلأ بغسطك على البيت وبرجع بشوفه، حابب بشوفه ضمن جوه. لا تتلافي. الله يعافيك. عم تدور على حدا؟ عم ادور على شاب بيقعد هون اسمه عباس. عباس شو؟ ما بعرف. معروف معروف بكل البلد، ما في غير عباس بكل البلد، ما في غير عباس واحد بالدنيا كلها ما في. يا لطيف. طيب وين ممكن لاقيه؟ بتلاقيه عند الحلاق بالدخل الثاني. واذا ما لقيته عند الحلاق؟ معناته الشرطه ما رح تقدر تلاقيه. بقدر بخدمك بشي؟ لا انا شغلي معه هو بالذات. قصدي يعني بدك تشتري شيء؟ بدك لا لا انا بدي اياه هو بالذات. اه ليك اجا. هلا عباس. ها أهلا سيد غسان، شايفك عنا. يا أهلا سيدين، جاي شوفك. أهلا سيدين، تفضل. هيسام هات لي قهوة. لا 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 ما لي شيء بلا القهوة، نطلع نتمشى برا هيك، حابب دردش معك شوي. ايه مثل ما بدك. سيارتك معك؟ ايه حاطة جنب المخفر. اف ليش جنب المخفر؟ جنب المخفر أمان، يعني ما حدا بيسرق قدام الشرطة. قلتك شريف تفضل. مرحبا ابو حمدية. اهلين عباس، شلونك؟ ماشي الحال. اي سيارة لك؟ شو بك؟ شايفك ما ارتحت لحطت السيارة جنب المخفر. لك ايه مو مشان السيارة، بس انا هيك سبحان الله ما بحبهم. بالظاهر شغلك كله بيتعارض مع القانون. ليش في قانون بطعم خبز يا استاذ؟ شفت في لك اصحاب بين الشرطة، شو القصة؟ ايه انا الشرطة بالنسبة لي نوعين، النوع الاول ممكن يغض النظر، والنوع الثاني الله ما بيني وبينه اساسا ما بخليه يشوفوا شيء. شري بس. هلا انت هيك شغلك كله؟ شو يعني هيك؟ يعني برات القانون؟ عم ندبر راسنا يا استاذ، انت شو بدك؟ اللي شو لازمك وانا جاهز. اساسا انا اول ما عرضت خدماتي على المدام. إيه هلا المدام هي اللي بدها تشوفك. شرف. إيه؟ الشباك. هو الواقع في حديث كنا عم نحكي انا والاخ عباس، يعني هو الحديث محرج شوي، ما كثير بنحكى قدام النسوان. اذا هيك معناها مستحيل يحكي قدامي. عم شو بدي احكي يا مدام؟ ولو يا اخ عباس انا هلا. يا استاذ عباس، هلا كانت مرت ابي والحديث عنا ما بيحرجني ابدا. يا مدام هلا شو بدنا لننبو سيرتها بعد كل هالمده هيك؟ اهلها عم يطالبونا بورته. إيش؟ مين؟ إن شاء الله أخوها الدكتور عزمي. إيه دكتور عزمي. أما غريب وعجيب، وصف يعني أرضي هذا ولو؟
ولو يا حباس، معقولة أنت ما بتعرف وين صفياني أراضي لدكتور عزمي؟ لا ما بعرف، على حد علمي كان فاتح عيادة عنا هون بالبلد بعدين اختفى. ليش أنت ما بتعرفي؟ ما بعرف، أنا شفت المحامي وهو حكى لي الموضوع، بعدين بده يعرف إذا كان بابا طلقه ولا لا. على حد علمي إنه ما طلقه، بس إذا بدك يا مدام هيك شغلة بتبين بالنفوس. هو يا خباس يعني احيانا ما بصير طلاق رسمي مشان الواحد يتجنب الفضايح، بتعرف يعني انت، يعني بيهجرها بيبعتها لعند اهلها او هي بتهرب مع شي حدا. ايه كله بيصير، كله بيصير استاذ. غسان قال لي انك انت عارفها، وانت قايل له انه سلوكها ما كان كثير ظريف. انا قلت هيك شي؟ اعوذ بالله. لا هو بجوز مها غلطت بالتعبير، قصده يعني سلوكه ما كان مريح بالنسبة لجوزة على الأقل، يعني في هيك شيء. طب أخ عباس بيسألك، حدا تاني غيرك كان يمر لعندهم؟ يا أستاذ أنا كنت روح وإجي لعندهم بشغل. شو الشغل؟ شو بدنا بهالموضوع هلا يا مدام؟ ما لازم أعرف بابا شو كان يشتغل؟ خايف لا تزعلي. لا لا ما بتزعل، خذ راحتك. يعني كان يشتغل مثل ما عم يشتغل أنا هلأ. تهريب؟ هلأ واحد بيجي من مصر لهون مشان يشتغل بالتهريب؟ بصراحة هو لما أجا من مصر كان متعرف على كم تاجر وكان يبعث له بضاعة وكنت أنا عاونه بهالشغلة. بابا كان يتاجر بالمهربات؟ قلت لك بدك تزعلي. لا ما زعلت بس تفاجأت. وكيف تعرفت عليه؟ قال يلي مثل ما تعول عنا، هو عرف يدور علي وانا عرفت شو بده. طيب طالما صرت تشتغل انت وياه وصرت تروح وتجي لعنده، شلون ما عرفت شو صار معه بالايام الاخيره؟ يا استاذ انا انشغلت في شغلي وسافرت، لما رجعت لقيته وحده. لا هلا ولا البنت الصغيره معه؟ ما شفتهم. ما سالته عنهم؟ لك شو دخلني بهالموضوع؟ على القليله كان لازم تساله عن هلا. يا أستاذ أنا ما بدخل النسوان بشغلي، عدم المؤاخذة يعني، حتى لو كان ملفي ببيته ورقاصة أنا ما بحط ببالي، شو دخلني يصطفل؟ هو يصطفل بس أنت. يا مدام أنا ما لي علاقة، وجع الرأس كله بيجي من النسوان، من شان هيك لا بدخل النسوان بشغلي ولا بتدخل فيهم. طيب هي وين راحت؟ شو بيعرفني أنا شو لي علاقة؟ لا بس يا مدام الله يخليكي، لفينا لصة بقى اللي صار لها أكثر من 20 سنة. فيك اللي بقى شو هو الموضوع اللي جايبني مشانه؟ هذا هو الموضوع. شو قصدك؟ انا بقول لك معلش اذا سمحتي خليني احكي مع رجال. طول بالك، نحن بدنا نعرف شويه معلومات عن ابوه ومرته، حضرتك انت بتعرفهم. اخي انا ما دخلني. شباب شباب هلا اذا جايبني مشان هذا الموضوع انا ما ظل عندي شيء احكيه. طول بالك بالمصلح، طول بالك. لا معلش ممنونك، هاي منطقتي وما راح اضيع فيها، عن اذنكم. بقيتن لسه ما ناموا؟ بعد بكير، غسان ما بينام بهيك وقت. شايف؟ ممكن الواحد يكون مارر من هون يشوف هيك فيلا حلوة يحسد الناس اللي عايشين فيها، يخطر له يقرب يوم يكتشف انه فيها حدا مقتول. اتصور لو انه هالة هربانة مو مقتولة مثل ما عم يحكوا، اكيد تكون وصلت لهون والتفتت هيك طلعت على البيت وحست حالها هربانة من السجن. يعني قصدي كمان هذا المنظر ممكن يوحي بأنه سجن. سجن أو قبر، المكان مهيئ لكل شيء حسب الناس اللي ساكنينه. تعرف بأوروبا إذا واحد شاف هيك منظر اجته هيك فكرة بيجيب كاتب بيحكي له عن أفكاره وبيعملوا عنا قصة أو فيلم سينما. لو تعرف المرضى اللي بعالجهم كيف بيشوفوا البيوت بأحلامهم. نحن على كل القصة اللي عم نشتغل فيها هلأ بدت عند السيدة مها من حلم أو ما يشبه الحلم. لا عد مها ذكرى. بيخطر لي سؤال بدك شي يوم تجاوبني عليه. أحيانا الواحد بيشوف أحلام بتعبر عن رغباته وطموحاته، شو بصير لو فجأة تحققت أحلامه مثل ما له شايفها؟ كتبوا كتير عن هيك شغلات في فيلم سينما، أشياء عن الكاتبة. تماما، لما بيصير الحلم هو قدر الإنسان بيكون شي رهيب، وهذا اللي مخوفني.
أكيد في شغلات تانية عند عباس ما حكى لنا إياها. خير إن شاء الله. مين جاي بالليل؟ مساء الخير أبو وليد. خير. شو ما عرفتني أنا جميل؟ عرفتك. افتح الباب افتح. مين يا أبو وليد؟ هاي فيقتو. مساء الخير غسان. أهلين جميل. مساء الخير. أهلين دكتور. يا هلا لك. شو قصتك يا أبو وليد؟ ما عرفه جميل أخي هذا. شو افتح الباب افتح. يلا تفضل دكتور. افتح يلا خلصني. استاذ رح يطولوا. ليش السؤالات؟ لانه ما رح نام لبعد ما يروحوا. ما بدي اقفل الباب. روح نام مرتاح انا بقفل الباب. لا استاذ لا، كل مين اللي شغلته؟ انا اللي بقفل. سهلة. يا اهلين وسهلين. يا هلا. شو بتاخذوا شاي ولا شي بارد؟ صار عنده شي بارد؟ المي بارد. فايزا شاي. ايه على عيني وراسي. ام احمد بريق شاي لو سمحتي. ايه خير ان شاء الله. شو الزياره؟ قوم اخي قوم، هدول الناس بدهم يصرفونا. اصلا من استقبال ابو وليد باينه. لك يا عود حاجتك مزح بقى، عم نمزح. الحقيقة المكان صالح لارتكاب جريمة وبمنتهى الهدوء. عم تمزح معنا دكتور؟ لا بالعكس، عم بحكي جد. غسان أنا تفاجأت بالمعلومات اللي حكيت ليها سحر الدكتور. تقريبا قاطعين شوط منيح. وأنت شو رأيك؟ أنا رأيي اللي رح طالع بهالموسم أحسن مسرحية. ومن أين بتكتب أنت مسرحيات بوليسية؟ مو بوليسية دكتور، أنا شايف الموضوع من جانب آخر. نبش الماضي. ماضي الأمكنة وماضي الناس. قديش حلو إنه الإنسان فجأة يلاقي ماضي واقف قدامه. أنت ما بدك توصل لهالماضي؟ هذا هو الموضوع المثير، البحث نفسه. مثل بحث أودي. لا 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 لا. مثل بحث أليكس هادي. ما بتتذكر الضجة اللي أثيرت حول كتاب والجذور؟ هذا هيك عمل. بحث عن ماضي، عن جذور، وحتى وصل لأفريقيا. وهلأ معها هيك عم تعمل. بهنيك يا مدام، حتصيري بطلة أهم مسرحية بالقرن العشرين. هلا شيلونا من الكتابة وخلونا نحكي كلمتين جد. كتر خيرك دكتور، هلا الكتابة ما عادت جد. المشكلة يا دكتور إنك أنت من البداية ما أنك مقتنع إنه في جريمة. لا أنا مقتنع إنه في جريمة. مشان هيك طلبت من جميل إنه نجي نشوفكم. إن شاء الله رح تتعاون معنا. أنا جاي أطلب منكم تنسوا الموضوع وبلاكم القصة. هلا كنت عم تقول انك مقتنع انه في جريمه. لانه في جريمه بدي اياكم تنسوا الموضوع. بصراحه انا ما عم بفهم عليك. نحن بنعرف انه في جريمه صارت وفي انسان انقتلت وبدك ايانا ما نتابع الموضوع؟ يا غسان الجريمه جريمه، الجريمه ما بتتلاحق بسلاي، ما بتتلاحق باستهتار. مساله متعلقه بابي ومرته اكيد ما هي سلاي. طولي بالك علي شوي. أنا اللي بقصده أنه متابعة الجريمة مسألة خطرة، خطرة عليكم أنتوا بالذات. لا لو كل الناس هيك بده يفكروا كانت الجريمة من زمان استفحلت. بعرف كانت الجريمة تستفحل، المجرمين بيسرحوا وبيمرحوا وبيسيطروا على الحياة. خلوني أوضح وجهة نظري بهدوء. أنا مشان هيك جاي. تفضل دكتور. يسلموا. يسلموا جميل. هلا يسلموا إيديكي. أحيانا الإنسان بيتحرك بهيك ظروف مدفوع بشيء اسمه الواجب، الواجب الإنساني. إنسان بريء متهم بجريمة ومجرم خطير مرتكب جريمة وممكن يرتكب جرائم أخرى. هون الواجب بيدفع الإنسان ليساعد أجهزة الأمن لحتى ينقذ المتهم البريء ولحتى يمنع المجرم من ارتكاب جرائم تانية. بس هالجريمة صفحة من الماضي، الماضي البعيد. يمكن صارت وما حدا حس فيها، لأنه لو حدا حس فيها كانت سيرتها مسموعة
وكان حتى أبو وليد أو حتى الست اللي جابت لنا الشاي سمعت فيها. معناتها الجريمة مستورة والجسم مو موجودة إلا بذاكرة السيدة مها، وما حدا بالمجتمع كله ولا بالدولة له علم فيها. بهيك حالة بتشوفوا من الحكمة فعلا إنه الواحد ينبش هيك سيرة. دكتور ما بتعرف قديش عم تفرحني بكلامك. أولا لأنك مصدق إنه في جريمة، أنا كنت بحاجة لحدا يصدقني بالإضافة لغسان طبعا. ثانيا الدكتور بكلامه هاد بيعني إنه كتير مهتم، مهتم لدرجة إنه يحلل ويجي بالليل لحتى يحكي معنا. يا مدام أنا وياكي ما بنعرف بعض منيح، بس أنا وجميل وغسان مثل الأخوة، واللي شايفه إنكم هرسان جدد ومبسوطين مع بعضكم، وما رأيتكم تنبشوا بشغلات ممكن يعني ما بعرف كيف بدي صير كلامي ممكن تزعجكم أو حتى تأذيكم. أنت عبد شو اللي عم تلمح له؟ أنا ما عم لمح، أنا عم نبه. النفس البشرية ممكن تكون ردود أفعالها عنيفة، مشان هيك أنا جاي أطلب منكم تغضوا نظر عن الموضوع. دكتور يعني أنت ضد الموضوع؟ وأنت؟ أنا شخصياً الموضوع عاجبني. الموضوع ما هو قصة عم نقراها لحتى تعجبنا أو ما تعجبنا، الموضوع في دم وقتل. نحن ما أدرين المسؤولية خلاص. ما ظن أنه مالي معجب بحماسكم للموضوع، بس عن جد من كل قلبي بقول أنه تغضوا نظر، وبالأخير القرار لكم وأنتوا أحرار. صباح الخير يا ابو وليد. صباح الخيرات يا خانم، اهلين وسهلين. جيب لك كرسي؟ لا معلش منيح هيك. ان شاء الله ما في شيء بيستاهل جايتهم امبارح بالليل؟ لا طبعا في. شو القصه؟ القصه يا ابو وليد اني عايشه بهالبيت بطفولتي. هون؟ امتى؟ يعني من اكثر من 20 سنه. اجيت انا وبابا وكانت معه مرته جديده. طالما كنت عايشه هون بالبيت فطبيعي انك تتذكر الشغلات اللي حكيتي عنها. بس المشكلة اني عم بتذكر شغلات تانية. مثل شو؟ عم بتذكر وحدة مقتولة. وحدة مقتولة هي كانت مرت ابي. مشان هيك سألتوني هديك المرة اذا كنت سمعت عن شي جريمة. قلتيلي اسمها هالة؟ هالة مصطفى. في كنية مصطفى بهالمنطقة؟ ليش هي اصلا من المنطقة؟ لا من الشام. صارت اصعب، الشام يا خانم كبيرة، وشوفي كم عيلة اسمها مصطفى. عباس عم بيقول انه اخوها الدكتور عزمي مصطفى كان هون ساكن. ايه ايه ايه، كان عنا دكتور اسمه عزمي وكانت عيادته بالبناية جنب الكراج، بس البناية هدوها من زمان. وين صار هلا؟ علمي علمك. عمي أبو وليد لو كنت بمحلي شو بتعمل؟ كيف بدي يكون محلك؟ يعني لو كنت أنت الوحيد اللي بتعرف شي عن جريمة شو بتعمل؟ جريمة ما حدا بيعرف شي عنها غيري وما حدا حكى فيها، معناتها ما حدا تضرر منها غير اللي انقتل. اللي انقتل راح بكيسه الله يرحمه، قصدي ما حدا غيره تضرر. ما منعرف. لا منعرف، لو حدا انضر كان حكى. مو كل واحد بينضر بيقدر يحكي، بجوز في ناس بتنضر من غير ما تعرف. يا خانم يا خانم خديني على قد عقلي، كيف هي؟ مثلا لو صار شي لحدا من ولادك بجوز انت اللي تورته، ولو حدا عمل له شي بطريقة معينة بجوز يحرمك من الورطة من غير ما تعرف. هذا مثل يا بنت الحلال. قلت لك مثلا، أنا آسفة. يا خانم يا خانم جريمة نايمة من 20 سنة، لحتى تشرعيها بس طريت تزعجيني. شو يعني؟ قصدي الجريمة النايمة خليها نايمة لا تفيقيها. طيب ونسكت على اللي منعرفه؟ أحسن ما نشوف شي ما منعرفه.
مرحبا حكيم. لا اهلا وسهلا. كيف صحة؟ ان شاء الله بخير. اهلا وسهلا. خليني بدي اسالك على دكتور اسمه عزمي مصطفى، بتعرفوا شيء؟ دكتور اسمه عزمي مصطفى لا. هو كان فاتح عياده هون بالمنطقه، بجوز حضرتك كنت صغير. اصغر من هيك ما بعرف. طيب ما شكرا. بدي اسالك شو اختصاصه؟ يعني دكتور فاتح عياده بهيك منطقه وقبل 20 سنه، يعني شو بده يكون اختصاصه؟ من هدول اللي بيكتبوا داخليه نسائيه اطفال هيك شيء يعني. شو هدول ما معبين عينك يعني؟ لا فيهم برك على المؤاخذه. نسيت انه حضرتك كاتب نفس الشيء على القربه تبعك، اسف كثير. اخي اذا تسال عن صاحبك تنزل على محطه الاطباء بسال عنه، هنيك بفيدوك. شكرا كثير حكيم. بترتب علينا شيء؟ لا ما في شيء محرز. ماشي شكرا. بنعوض لك اياها ان شاء الله، بنزورك بالمرض. اهلا. يا اهلا وسهلا. شكرا. اهلا. عباس بدي اسالك سؤال واحد بس. تفضل. سؤال واحد. هلا انا ما راح اخلص منك من مرتك بقى. هلا دكتور عزمي اختصاصه شو كان؟ بيطري. جميل هون يا ابو وليد؟ لا الست اختكم. ماشي. هاي سحان. اهلين. كيفك؟ منيحه. كانت الناس تنزل على الشام لحتى تتسلى، صارت تتسلي عندكم هون. عنا نحن؟ قصص وجرايم وتحقيقات كلها. امبارح كل الليل سهرني جميل على حكايتكم. ايه وانت شو رايك؟ شو رايي انا؟ ايه الراي لمرتك. صحيح. ما هوينا بغرفتك ما شافتك؟ ما عرفت انك هون؟ هلا معقوله لا سمعت صوتي ولا صوت السياره؟ يا ام احمد، ام احمد شوفي لي ما خليها تنزل. طيب انت ليش ما قلتي لي انك هون؟ ليش ما خليتي ام احمد تقلها؟ لا قلت بلكي قاعده عم بتخطط لشي شغله، ما حبيت ازعجها. هي ما في بالعاده تقعد لحالها بهيك وقت. شو القصه؟ دقيقه بس. لا خلي ام احمد تبعتها. ست سحار. نعم. بدي احكي معك. لحالنا؟ شو القصة؟ شو بكي؟ أي قصة؟ ليش قاعدة لحالك؟ ليش مالك قاعدة مع سحار؟ ليش سحار هون؟ ليك برا. ما سمعت صوت السيارة تبعها؟ لا ما سمعته. في شيء احكي لي، شو بكي؟ لا بس حكى معي أبو وليد كم كلمة عم فكر فيهم. شو قال لك؟ رأيه من رأي الدكتور عبد الحليم، عم ينصحنا نترك الموضوع. أنا أبو وليد كله مو عاجبني. معقول يتذكر تاريخ المنطقة كلها وتاريخ البيت كله وما يتذكر إنه أنت وأبوك سكنتوا بهالبيت؟ شو يعني عم يكذب علينا؟ بكل الجرائم المجرم بحب يتردد على مكان الجريمة. بس أبو وليد نحن مشغلينه ينطر الفيلا. بجوز يكون عم يحمي سره فيها. انت لوين رايح؟ بدي مر على المكتب شوي، بعدين بدي مر على نقابة الأطباء، بلكي بقدر باخد عنوان دكتور عزمي. إذا شكوكك جدية حول أبو وليد، ليش رايح تدور على عزمي؟ زيادة الخير خير. أنا السنة عم أشك بعباس. صحيح شفته اليوم. تعرفي شو قال لي؟ قال الدكتور عزمي اختصاصه بيطري. لك شو هالذوق انت وياها بتحكم؟ شو هالذوق؟ ساعتك اني لحالي؟ انا اسفه سحر. مشان الله ما تواخذينا، كنت عم احكي كلمتين انا ومها. انا ماني عرفان اني هون، هلا اني غسان. مش هيك ركضتي تستقبليني؟ ولو سوسو البيت بيتك، بدك حدا يستقبلك؟ اصلا لو ماني معتبره البيت بيتي كنت زعلت ومشيت. انا ماشي، بدكم شيء؟ بدنا شيء؟ بدنا يتركنا لحالنا. ماشي باي. مع السلامة. مع السلامة.
البحار. في عندي مشوار هون على البلد، شو رأيك نروح أنا وياكي؟ ليش ما رحتي مع غسان؟ واتركك، منروح مع بعض ونرجع متغدى هون. على الغدا بتغدى، بس نزل على البلد مو جاي على بالي انزل. خدي السيارة وانزلي انتي، بدي اشرب قهوة. على راحتك سحار. إذا تعرفتي على مهرب شو بتطلبي منه؟ اللي بحتاجه يعني دخان، مشروبات، هيك شيء. لا لا، بدي شغلي أكبر، شغلة الطمع. الطمع؟ يعني ممكن فريزر، غسالة، براد، هيك شغلات يعني. ويمكن عرفت. مع عباس على البيت. ما موجود. ما مشكلة بدور عليك. بدك شي من البلد؟ لا. باي روحي. باي روحي. وصلت لعباس؟ أم أحمد؟ هاي أبو وليد، يعطيك العافية. تفضل أبو وليد، تفضل. عاد ارتاح، عاد تفضل. إيه أبو وليد، كأنه كنت بدك تحكي لي شيء. ما بعرف إذا الحكي منه ثمرة، بس لازم أحكي مع حدا. خير؟ من شان أخوك ومرته. أخي ومرته؟ شبهون؟ ما هو شيء، عين الله عليهم، حرسان جداد وبأول عمرهم، والله منعم عليهم، ولازم يعيشوا حياتهم مرتاحين ومبسوطين ويبعدوا عن وجع الراس. أي وجع راس؟ طالع براسهم إنه صاير جريمة بهالبيت من 20 سنة، وبدهم يدوروا على الجريمة وعلى المجرم. يعني مو لازم يدوروا؟ لا يا بنتي لا، هيك جريمة ما لازم تدور عليها. ليش؟ لأنها جريمة من أكثر من 20 سنة. أنت بتعرف شي عن الموضوع؟ لا يا بنتي لا، أنا ما بعرف شي، بس أنا قلبي عليه. بس كأنك خايف عليهم من شي محدد يعني؟ أكيد خايف عليهم. هدول المجرمين يلي بيعملوا هيك شغلات نوعين. نوع بيعمل جريمة وبيرد بيرجع بيعمل غيره وغيره وغيراته، والنوع إلا ما ينكشف ويوقع، والنوع الثاني بيعمل هيك شغلة مرة بالعمر وإذا نفد بيرجع بيعيش حياته مثل ما كان عايشها بالأول. يعني بينترك هيك؟ بينترك مثل ما انترك 20 سنة، بعدين بينترك كمان ليصطفي فيه ربه. طيب افرض اللي عمله مات. مصيبة يا خانم. اتصوري ولاده يشوفوا حدا عم ينبو الجريمة من حياة أبوهن، وأكتر من هيك إذا الجريمة إلى علاقة برزق أو مصاري بدها تتحصل منهم هلأ، شغلة ملعبة يا ست. بقى الله يرضى عليك إذا بتقدر تحكي معهم عملي جهدك. ايه على عيني. بس أبو وليد كأنه أنت مصدق إنه صاير في جريمة. هالمخلوقة من لما اجت على البيت عم تحكي عنه كأنها بتعرفه. أنا صحيح كانت عايشة فيه، وإذا عم تتذكر وحدة مقتولة مثل ما تذكرت كل شيء بدنا نصدقها، لكن لهون وبس. احترامي سيدي، وقعنا هدول جديد. احترامي. مرحبا. اهلا يا مدام، تفضلي.
بدنا نعذبك معنا. ولا عذابك راحة أمر مشان نفس القصة، قصة أهلي. شو طلع معكم؟ عرفنا بعض المعلومات. وهالمعلومات اللي عرفتوها يعني أضافت لكم شي جديد؟ عمامي بحلب عم بيقولوا إنه أبي ما طلق مرته لما كان هون، وفي ناس بيقولوا إنه قتلت بحادث. بعدين عرفت إنه أبي توفى بمستشفى السل بالقدموس وكان لوحده طبعا. لهلأ ما فهمت شو اللي بتريديه. يعني ممكن يكون لا طلقة ولا قتلت بحادث وعاشت حياتها. ما عم بقدر أفهم عليك، حيرتينا. من فترة أجيتي تسألي عن وحدة دعيتي بإنها ميتة من 20 سنة، وهلأ عم بتقولي بإن عايشة وعم بتدور عليها وبدك تلاقيها. يا ريت أقدر لاقيها. طب وشو بدك منها؟ في أشياء تاركن أبي بخصوا أمي، يعني أشياء قيمتها عادية بس إلى علاقة بتراث العائلة. ومتصورة أنها تعطيكوا إياهم بعد كل هالمدة؟ مستعدة أشتريهم منها إذا لساتهم معها، بس بدي مين يتعاون معي. قصدك نحنا؟ يعني مو أنتوا مباشرة، في شخص هون اسمه عباس الشواف، يعني بيعرف بعض المعلومات، إذا بتقدروا تقنعوه يحكي معي، صاير عم يتهرب مني. بس نحن يا مدام يعني ما فينا نقدر نضغط عليه بهيك شغلة، ولا فينا نقنعه يتعاون معك. يعني أنا آسف. أنا إذا شفته بقنعه. أنا قالوا لي إنه في له أجواء خاصة وصعب لست مثلي تروح لعنده. صحيح. لذلك حابة تجمعني فيه بس. بس يا مدام هي ما شغلتنا. رسميا لا، بس إنسانيا شغلة ما بتتعبك كثير. بتتعبني؟ لا ما بتتعبني. مساعد سمير، ابعت لي حدا على القهوة يشوف لي إذا عباس الشواف هنيك، خليه يجي لهون. شكرا. أهلين. فوت يا عباس، فوت ما تخاف. خير سيدي خير. هذا انت تعرف المدام؟ طبعا بعرفها. اسمع يا عباس، بدي اطلب منك طلب وما تعتبره طلب رسمي. سيدي انتو طلباتكم الاوامر، ان كانت رسميه ولا مو رسميه. بدي اياك تساعد المدام. بيه سيدي؟ تحكي لك كل شيء بتعرفه. ما بعرف، هاي انت وهاي هي. شكراً كثير، شكراً. بس يا مدام حطي ببالك إنه هاي الشغلة ما شغلتنا. بعرف، شكراً. روحي عباس. شو بفتكره يعني؟ إذا جبتيني عن طريق المطفر تقدري تساوي معي شي يعني؟ لا بس حبيت فهمك إني بقدر جيبك من عن طريق المطفر. ماشي الحال، شو اللي بدك يا هلا؟ اطلع معي تعال. لو أنت اطلع أحكي بالأول شو بدي. انت مو قايل لي انك مستعد لاي خدمه؟ ايه مزبوط، خدمه بشغل. هاي شغل قد ايه بسوى الدولار؟ فش وقتي صوتك لا تفضحينا، اسمه الاخضر. طلعي طلعي. انت اكيد في بحالاتك شي، لك حدا بده يصرف اخضر بيجي عن طريق المخفر. بدي اعلمك هالشغله، كل ما كانت حركاتك قريبه من الشرطه كل ما قلت شكوكهم فيك. ايه والله مزبوط، عنا بالبلد هيك بيقولوا، الحرامي بينام على اسطوح المخفر. هلا مثلا مستحيل حدا يشك اني بدي اصرف دولارات. تاري مالك هيني والله، قديش بدك تصرفيه؟ 3000 دولار. وينهم؟ عمهلك شوي، بالاول بدنا نعرف السعر وكيف التسليم.
لك اختي، هاي شغلتك ولا شغلتي؟ لا شغلتك طبعا، بس انا ما جاي مشان دولارات، بس في اخبار بتهمك كتير. شو هي؟ وين ماشي؟ قالوا لي عنك شاطر كتير، هلا وقفتنا هون بتخلي اي حدا يشك فينا. مو مشكلة، هلا بالبيت بتطلع على الاسماء بالدليل، بس عم بتقلي انه عندك شكوك من هلا حول بعض الناس حواليك. ايه ابو وليد. معقول؟ ايه ابو وليد، ايش عم تعمل؟ انت بتصور المسألة مثل القصص البوليسية اللي عم تقراها؟ الجريمة بعد 20 سنة بدك تحقق فيها، بتتلفت حواليك بتقوم بتلاقي المجرم قاعد عم يستناك. ليش ما ممكن يكون هيك؟ ممكن، بس كمان ممكن لحتى تنبش هالقصة تضطر تنبش تاريخ المنطقة كله. على كل إن أنا لهلأ عندي 3 مفاتيح، الدكتور عزمي وهذا لازم لاقيه حتما، وبظن ما عاد كتير صعبة. وأبو وليد، أبو وليد لازم ضل اضغط عليه إلا ما يطلع منه شيء. وفي عندك عباس، عباس هذا عم يزلق مثل السمكة. احكي خلصيني، شو بدك؟ شو بدك يعني احكي؟ لك انت قلتي عندك اخبار بتهمني. اي صحيح. اخبار عن شو؟ عن هالة. رجعنا لهالقصة. ليش في قصة غيرة؟ اللهم اجيبك يا طولة البال. في خبر لازم يكون بهمك كتير. هالة ماتت. ماتت؟ امتى؟ يعني ما بتعرف؟ هلا احكي دغري وخلصيني، امتى ماتت؟ عن جد ما بتعرف؟ ولك يا اختي انا شو دخلني لحتى اعرف؟ تعرف شو دخلك؟ شو؟ لانها ماتت وقت كانت بتعرفك. ايه لا مو صحيح. لا صحيح. وفرضي انه صحيح، انا شو دخلني لحتى تحكي لي هيك حكي هلا؟ لانها ماتت مقتولة. مقتولة؟ ومين قتلها؟ لك وين ماشي؟ وين اخذتني؟ لك استني شوي، انا شو دخلني اذا ماتت مقتوله ولا ماتت ربا؟ طيب شو دخلني لحتى تجيبيني ومش عاد تخبريني الخبريه؟ لك وقفي واحكي معي، زدت حالي من السيارة. ها ها بحر زيت، روح حالك. زدت حالي. ها لك تحلي عني، ها شو ناقصني مجانين انا؟ انت مين بسلطك علي؟ اسمعيني منيح، انت لسه ما بتعرفيني، انا ما بيلعب معي هيك لعيب. شو بتعمل يعني؟ بعمل كثير. تقتل؟ ما قتلت هلا؟ تفضلت. هاي 3 عزمي مصطفى. مين الدكتور فيهم؟ فيهم 2 دكاترة. شو اسمه ابوه؟ ما بعرف، ماني متذكر. هذا عزمي احمد مصطفى. ايه الثاني؟ عزمي خالد مصطفى. خلاص متصل الاثنين. ليش ما تتصل بمها وتتأكد منها؟ كمان بصير. اجل الو. اهلين غسان. لا خالد، ابوه اسمه خالد. لقيتوه؟ عظيم. اسمع غسان، اوعى تحكي معه او تشوفه لحتى اجي انا. ها اوكي باي. لقوا رقم اخوه لهلا. يعني لساتك مصممه؟ طبعا. ايه بس ما قلتي لي شو رايك بكلام ابو وليد؟ هو معه حق، في شيء بخوف، بس انا ماني خايفه. بتعرفي انا لو كنت محلك ما بكمل. ليش؟ لانه حبيبتي الناس بتنبش على الماضي مشان تلاقي شيء تفتخر فيه، مو شيء بهدلها. رايك هذا شيء بهدلني؟ ما بعرف شو ممكن يكون راي غسان. غسان بيعرف كل شيء. ايه طيب شو رح يكون رأيه لو كانت هاي الشغلات صارت قبل ما تتجوزوا؟ أنا رايحة أجيب جزاني مشان روح.
شو في عيني؟ أنا مالي فاضي لك. وين أخوكي؟ يعني ما بتعرف إنه مو هون؟ مو هون؟ طيب هي وينها؟ ها عم بقول شو هالشجاعة إنك تفوت على البيت بهالطريقة؟ أخذ وش مليح اسم الله. هلا عم أقول لك وينها؟ فوق. طلعي ناديلا. ليش ما طلع لعندها؟ ليش جاي لهون؟ إيه شو مفكرة الدنيا داشرة بتتهم الناس وتمشي؟ شو في عيني؟ أنا ما بتمشي معي هيك لعيبة. مين سمح لك تفوت لهون؟ ولازم تعرفي كمان إني بقدر شوفك إمتى ما بدي وين ما بدي، مو بس لما بتلفيني. طلع لبرا. لا مالي طالع. عم أقول لك طلع لبرا. غلطان كتير، أنا ما بينقل لي هيك. بينقل لك هيك وبتنفذ. سلاحين كمان؟ بسيطة. أنا رح أمشي. بس لا تفكر إني خايف من شفته. الأيام بيناتنا. أنا شفته فايت وبوش الشر. من جبته جفت ولحقته لهون. شكراً أبو وليد، ما في إلا داعي. إن شاء الله ما محتاجه غير المرة. لا تنسي إنه لساتنا من الأول. والله يجعل العوائف سليمة. حضرتك رايحة كمان؟ ايه بدك شي؟ لا لا سلامتك، بس بلالكن هالروحة بالليل. شو خايف علينا ابو وليد؟ لا لا الدنيا امان، الله معكن. نزلوني معكن عشان؟ لا لا على لهون على البلد. ايه تفضل. ضبط لي نفس. على عيني. وينو عباس؟ ماني شايفه. عباس هلا تبين، لا تقول لي اجا. تفضل عمي. مشغول. انا بجرب. جرب هاي الرقم. جميل وينو؟ ترفلو المخرج اخذ سيارتي وراح على نجي. اي غسان؟ ما قلنا لك شو صار معنا بالبيت اليوم. شو صار؟ هجم علينا عباس على البيت. هجم عليك وعلى البيت؟ شو يعني هجم على البيت؟ شو بده؟ شو بعرفني؟ يمكن كان مختلف مع مها. بعدين بحكي لك. وشو صار؟ ما صار شيء. اجى ابو وليد ومعه باروده وطردوا من البيت. إيه لا لازم نتصل بالشرطه على التليفون. لك قصه بسيطه. الو؟ مرحبا. منزل الدكتور عزمي؟ ممكن احكي مع الدكتور؟ ايه طيب لو سمحتي بقدر اترك رقم يحكي عليه انت ما رجع؟ ضروري كثير اذا بتريدي. سجلي 88-00-98. شكرا. ايه يطلب غسان او جميل. شكرا مدام. شكرا. لسه ما اجي على البيت. المهم لقطناع. ومين قال لك هذا بيت غسان وجميل؟ شبه زعلت مني؟ زعلت لانك قلتي انه يطلب بيت غسان او جميل وما ذكرتي اسمه. عن جد؟ عن جد. معلش فوتي راضيه. أنا آسفة حبيبتي. أنت ليش فهمتي الأمور هيك؟ لأنه هذا بيتي. إيه حدا قال غير هيك؟ أنت قلتي. لا أبداً. أنا قاعدة وعم بسمعك.
الست اللي عم تحكي معي قالت لي مين يطلب؟ قلت لها غسان أو جميل. بصراحة خطر لي تكون بتشك أو بتغار، يعني معها حق ست عم تطلب جوزة بهالليل، فقلت لحالي بطمنها. كل هالشي رأيك بنسواننا؟ نسوانكم؟ لأنه بكل بساطة كان ممكن تعطيها اسمي أنا كمان. ما خطر لي. تعرفي ليش؟ لأنك مانك مهتمة بالموضوع اللي عم نتابعه. أنا ماني مهتمة؟ أنا؟ ولا أنتوا اللي عم تبعدوني؟ بالعكس حبيبتي، يا ريت تهتمي معنا وتشاركينا. لك أختي خلوني اهتم، خلوني اهتم بأي شيء. أنا رح طق منتجري، رح طق جميل ملتهي بمسرحياته وبمشاريعه، وأنتي وغسان عرسان جداد ومهتمين بهيك قصة. طب أنا شو بعمل؟ مين بدي اهتم وبشو بدي اهتم؟ شو بعمل؟ خلاص فيكي تتابعي معنا. على فكرة أنت ما قلتي لي إنه في حدا بحياتك؟ أنت بدك تعرفين عليه؟ أنا ما بحب أعرفه على حدا قبل ما أتأكد من موقفه.